امام هاد الطغات هاد الظالمين. انا تشرت، انا طلقت، وانا مرض. كنشكر الراي العام كامل اللي ضمن معايا في الجريمه اللي كنت تعرضت ليها، اللي تحيدت ليا فيها الوالده ديالي. وكنشكر السيد وكيل العام محكمه الاستئناف والناس ديال محكمه الاستئناف واحد بواحد، والاستاذه رابحه وكيله الملك المحكمه الابتدائيه المحمديه، والراي العام والصحافه اللي ما فرطتش فيا وبقاو معايا ليومنا هذا، والاستاذه حسنه مجيعفي اللي تقاتلت معايا في الملف ديالي. انا كما كتعرفوا 6 سنين وانا في الملف ديالي، من نهار تحدث لي الوالده وانا كنتشوى وانا كنطير وانا كنزل باش ناخذ حقي. من بعد 6 سنين ربي جاب لي هيئه نزيهه بالمحكمه الابتدائيه المحمديه، من بعد جابوني عند الناس هنا للاستئناف الله يرحم لهم الوالدين، ربحت الملف الابتدائيه في الاستئنافيه. من بعد اللي بغيت نقول للراي العام، انا نهار 3 في شهر 3 او 2 في شهر 3 هنا كان عندنا جلسه المناقشه، كان المتهمه ضربتني بعكاز العنقي، ضربتني بعكاز العنق ديالي قدام المحامون، قدام رجال الامن، قدام الصحافه، قدام الناس. ضربتني ضربه ديال بصح وطاحت سخفت، ولكن الحمد لله كانوا الناس الامن وزهاء هنا كرحمني ومن الوالدين. المهم داروا هذا الاتصال ديالهم، السيد وكيل العام عطى التعليمات باش يديوني ليه، عاودت ليه الله يرحم ليه الوالدين، قال الضابط غديها عند النائب فلان فلاني، غيدير محضر استماع، محضر استماع وتفريغ الكاميرا. فعلا انا داكشي اللي طرا. من بعد كانت جلسه المرافعه، من بعد كان الحكم. انا قلت الحمد لله منين كان الحكم صالحي، ما بقيتش باغا نبان في القنوات، وما بغيتش نبان في المنابر، وما بغيتش نبان في حتى شي حاجه. بحكم ربحت الملف ديالي ما بغيت نبان في حتى شي حاجه صافي. حتى كنتفاجئ ان المتهمه دارت بيا شكايه للوكيل الملك يوم ما، اللي هي فيها تشهير. اشنو هو التشهير؟ ان نهار اللي خرجت الدوله الملف من الابتدائيه المحمديه للدار بدات السناب، خرجت كتضرب في القضاء. اول حاجه انا ما عنديش مشكل مع القضاء، القضاء فوق راسي، ما عنديش مشكل معاهم حتى شي حد فيهم الصراحه. نهار اللي خرجت كنبكي كنقول حسيت كاين تلاعب تما، وداك الناس اللي حسيت بهم حطيت الاسماء ديالهم عند السيد بتعليمات السيد الوكيل العام عند النائب ديالو. ومن بعد حالوا عندنا مؤسسه مختصه اللي ما غنساش حتى هما خيرهم، اللي سمعوا لي وحطيت الاسماء ديال الناس اللي ضروني. التهمه الثانيه خرجت كتقول محامي السمسار داكشي اثر عليا في نفسيتي. انا ما فهمتش انت دايره شكايتي امك في سميتك ومدخلي لي القضاء، مدخلي لي المحامي، احتراماتي لجميع المحامون وجميع المحاميات. بغيت نعرف، ما انبكش الضمير من هذا المنبر، كنبغي نوجه لك هذا النداء. انت بقى فيك الحال حيت انا قلت حق المحامي حق انت، ما انبكش الضمير من حيتي لي، ما عندكش الضمير اصلا، حيت كون كان عندك ما غتكذبوش 6 سنين نتوما كتكذبوا. ولكن طحتوا في القضيه اللي كنقولوا الحمد لله ربي كبير والحق كيعلى وما كيعلاش عليه. علاش ما تأنبش لك الضمير منين حيدتي لي الوالده ديالي؟ علاش ما تأنبش لك الضمير منين نكرتي الام ديالك كانت؟ علاش ما انبكش الضمير من اللي ماتت جات خيطات ليا ونكرتوها؟ علاش منين كنتي تكذبي قدام الهيئات ما انبكش الضمير؟ ما تبقايش تهضري على الضمير كنقولها لك. واخر حاجه قالت لي التهمه الرابعه، وهي بان الناس ما بقاوش كيجيو عندنا محل الولاده، اكيد ما غيمشيوش عندك. المولده كنقولها في جميع المنابر اللي كاينه في المحمديه في الحسنيه، هي اللي حيدت لي والدتي، راه ما سميتكش لا في القناه ديالي لا هنا في المنابر، ولكن ما تلوش لي يدي ولا تخلي هذا الودن وتجي لهذا الودن. لهذا غنقول لك انت الا درتي هذا الشيء انا غنجبد الشكايه اللي كنت امك متابعه فيها، لان الحمد لله كاينين كاميرات، وكاين واحد الاخ صور الضربه اللي ضربتني. انا كنشوف دابا غير هذا شنو غيتاخذ فيها القرار اللي غياخذه السيد وكيل العام شخصيا، وداك الساعه غنوض. انا ما يمكنش انا نسكت على الشكايه وانتم تنوضوا تدعيوني ومنوضين حتى السمسار اللي كان ديال النائب المعتقل واللي معاه حتى هو، اللي كيقول انا رئيس جمعيه في المحمديه هو ما عندوش المستوى المهني والدراسي، حتى هو يدعيني اللي كان دار لها حفل تكريم داروا للمتهمه. ما يمكنش، شنو هو نفس التهمه باش ياثروا على القضاء عليا انا؟ انا ما بقاش عندي جهد باش نخرج نبقى نهضر. كنطالب من السيد وكيل العام والسيده وكيله الملك الله يرحم لكم على الوالدين، انا ما بقيتوش شفتوني من نهار 18 في شهر 5، لان صافي كنقول بركه دوك الناس داروا معايا مزيان، ما كنحملش نبقى غاده جايه بركه. ولكن باش ينوضوا يدعيوني باش يديروا معايا، هما كيتسناوا الشونتاج، ندعيك نغرقوك وديري معنا، هذاك هي اللي ما غتكونش، لان عندي وثائق ديالي اللي تحكموا بها
التحكم الملف حقانيه والتقارير الطبيه حقانيه والتقارير ديال الطبيب الله يرحم ليه الوالدين حتى حقانيه، يعني ما لقيتوش منين تشدوني. وكان وجه نداء ديالي السيده الوكيلة الملك المحكمه المحمديه الله يرحم لك الوالدين، طالعي على 4 شكايات اللي داروا بيا، اللي كيقول انا صحفي وكان معاهم هو اللي جا تفاوض معايا ب 4 مليون مع باها وخوها، لان داليا بسميتو عند السيد الوكيل العام وفي المؤسسه الاخرى. وهذا الرئيس اللي كيقول رئيس الجمعيه كان خوه قبل ما يموت هو اللي وراه للناس ودار ليه بلاصتو في المحمديه نهار اللي مات خوه ولا باغي يدخل علينا حتى للدار. كما وريت الاخوان كلهم عندي سيدي عندي كلاي محضر معينه خارج بلايف كيقول عندي علاقه كبيره مع جميع المسؤولين فلان وفلان 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 ومسمينهم. كنظن لا كانت الحمله نايضه على السماسرة، احنا كنا عجبنا الحال كمواطنين مغاربه، ولكن هاد السيد ديروا معاه اجراء، لان شكون انت باش غيكون عندك وطالعوا لي على الهواتف ديالو، عنده 4 نوامر 4 تليفونات كيضل يحل لي فو كونت عنده وكيضل يدير علينا في اللايفات وما كاينش لي، وفي الاخر ينوض يدعيك وينوض يعايرك وعنده عادي. لهذا هو الطلب ديالي علاش جيت محكمه الاستئناف باش نشوف الشكايه ديالي اللي دارها ليا السيد وكيل العام شخصيا اللي كانت شهر 3 نطلعوا عليها ونمشيو في الخط ديالها. وداك الساعه اللي عندهم هما الشكايات الكيديه مرحبا بهم. انا راه كنقولها ونعاود نقولها، لقيت الخير في القضاء النزيه في سيدنا الله يطول عمره والله يشافيه والناس المسؤوله الكبار واحد بواحد والصحافه النزيهه. انا راه لقيت الخير في الصحافه والتعامل ديال المحاكم بجوج، انا ما غاديش نهضر عليهم ولا نقول خايبين، فعلا ضروني واحد الفئه راني حطيت سميتها، هذا ما كيعنيش كنعمم. لهذا كنقول لك من هذا المنبر الا كنتي حيدتي لي والدتي ومباقه كتلددي باش تصيفطيني للحبس، انا كما حاربت على 6 سنين مستعده نبقى معك 100 عام. وتنشوفوا السيد وكيل العام شخصيا هذه الشكايه اللي كان هو كيطالب شخصيا باستخراج الكاميرا بتفريغ الكاميرا وياخذ القرار ديالو. وداك الساعه انا معاك في شكايتك، وكن اسمحوا لي الله يخليكم كنقول بان لا كانوا داعيني باش يزربوا عليا في التقديم ويدوني يديروا فيا ما بغاو، انا راك من هذا المنبر ما غنتقدم مع حتى شي حد. تنشوف اللي درتو انا قبل، ويلا عندهم الحق ياخذوه كما قلت في الاول عندي الحق انا ياخذوه من عندي. انا رعيت كنقول للراي العام انا بكم ربحت وبكم نتوما انتصرت واخا ما فرحاناش للحكم اللي هو 24 مليون عليكم، واش شهرين كافيه؟ واش 24 مليون كافيه في الوالده ديالي اللي تحيدات؟ راه خربوا لي الحياه ديالي. كما كتشوفوا الراي العام شوفوا وجهي هو يعطيكم الاخبار. انا ما فرحتش للاحكام بجوج لا للاعتقال لا للتعويض، فرحت للانتصار والحب للمغاربه اللي شفتوا على عينيكم، ما كاينش اللي ما كيوقفنيش ويجي يعنقني، كل شيء كيعنقني كل شيء كيجيبكي معايا. هذا هو اللي ربحت وربحت القلوب المغاربه كاملين والناس المسؤوله القضاء ورجال الامن وكل شيء. هذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. اما الحكم راني ما فرحانش ليه. نسولك واستلم شي تعويض ديالك. يا خويا اش استلمت؟ نهار اللي نطقوا لي بالحكم ابتدائي في المحكمه المحمديه من وراء النطق بالحكم بساعه استنفوا المحامون ديالها، وفي الحكم الاستنافي اليوم صدر الحكم الغد اللي داروا لي النقد والابرام. كيقولوا هما باقا عندهم ذاك القضيه حيت هما طاغيين بزاف، والدليل على هاد انهم طاغيين عندي تدوينات كتعايرني فيهم بكلام ساقط وكتقول بانني انا مفوته مدوزه الحبس على القرقوبي كنت عطى القرقوبي. انا جبت حسن السيره والسلوك ديالي قدام الاخوين الاخوان عطيتها لهم قراوها، هادشي هو باش غنتابعك المتهمه البنت. يعني لحدود اللحظه باقي ما استلمتش التعويض ديالك؟ مازال اخويا. شحال وقت كنت داخل المحكمه؟ 6 سنين. 6 سنوات. انا كنت دست مع العصابه الاولى اللي كانت اللي فيها النائب المعتقل. انا دست في ديك العصابه اللي دمروني واللي دمرني اكثر هو اللي كان عطاهم الايداء الغير العمد. الا كان هو هذا الشخص هو اللي عطاهم الايداء الغير العمد اللي بحد ذاته البراءه انا ما مسامحاش ليه. وإلا كان نائب المعتقل لأنه هو كان طاغي شويه وداصر دار الاستشاره في الدروج ديال المحكمه تقدر تمكن، لأن ذاك السيد يقدر يدير كل شيء. المشكل فين وقع بالتحديد؟ مدينه المحمديه محكمه، ولكن دابا لا عندنا المحكمه نقيه، عندنا رجال الأمن مشكوره، ما كيتعداوش، ما كيظلموناش، المحكمه هكاك، حتى مؤسسه ما عندنا معاها المشكله. عطوني حقي بارك عليا، ماشي نتسنى أكثر، واخا التعويض ناقص ومده السجنيه ناقصه،
ولكن حشومه تولي كل نهار تعيطوا ديروا بيا شكايه اجي حقا عيرتنا. انا ما عيرتش، انا قلت المولده اللي في مدينه المحمديه في الحسنيه هذا ماشي تشير. عندها مصحه وشنو عندها؟ عندها خويا عاش غنقول لك مجزره ماشي مصحه، دار دايره فيها حبل وبياص، حيت حنا كانت دايره معايا انا 60000 ريال، 60000 ريال كانت دايره معايا كتولد على قد الحال. هادشي اللي ما عندهاش مصحه وما عندهاش اللوازم، انا كون عندها اللوازم كاع ما تجيني اموراجي حاده عندها. واش دخلتي باش تولدي وشنو؟ دخلت اخويا ما درت خطا، دخلت عان ولد، صدقت ما انا بولدتي، ما انا اخويا بداري، ما انا بحياتي، ما انا بصحتي. ولدتي بعدا؟ خويا راه ولدت بنتي راه الحمد لله الله يحفظها ويحفظ جميع المغاربه والمسلمين، ولكن انا اللي كليت الدق. كيفاش كتشوفوا وجهي؟ ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.